البرنامج برعاية منصة ARC بدعم من مؤسسة الأثير للثقافة والفنون والأعلام والعلوم والترفيه. بكم متابعينا من كل الوطن العربي، معكم سارة من قناة الماجيك، والنهاردة معانا مجموعة شيقة جدا من البرامج. ايه ده، معقول حضرتك سارة؟ معقولة؟ اتشرفتي بيكي. اسفة اني قطعتك، اتفضلي كملي. مرحبا بكم مرة اخرى، ومعاكم سارة، وهقدم لكم احلى البرامج مع التعليق الرياضي. وجول جول جول جول، الف مبروك لفريقنا الفوز، بنحييكم ومبروك. كان معكم سارة من قناة الماجيك ورجعنا لكم تاني وبرنامج الرعب والإثارة أشباح. اسمعوا كده معانا. كنت ماشي في المقابر وسمعت صوت جدي، فرحت جدا لأني كنت بحبه، وجريت عليه حضنه. أنا كنت بحبه جدا لدرجة إني نسيت إن لسه دفنه مبارح. لا 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 لا، أنا خفت جدا، بلاش الرعب. نظرا لخوف أطفالنا الصغار نقف لفاصل إعلاني. صابونة الماجيك مع أروع الروائح الفرنسية، ملمس حريري وناعم على البشرة، ورغوة كنسيم البحر. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل مع حدوتة تنة ورنة. الله، أنا بحب الحواديت جدا. يبقى اقعد ساكت بقى عشان تسمع الحدوتة وتنام نوما هادئا للصغار والكبار. وهنا ختام برامجنا مع تحياتي سارة. المتسابقة سارة للحقيقة محتاجة إلى تدريب كتير. هي كانت عم تحاول إنها تلون، لكن التلوين ما كان أبدا موفقة فيه. كمان عندها الأداء الصوتي، كانت مختارة طبقة يعني بصوتها ما كانت مناسبة أبدا، فهي بحاجة لتدريب كتير على طبقات الصوت، على التلوين، على الأداء. كمان عندها مخارج الحروف محتاجة لتدريب كتير، وكمان عندها بتمنى انه هي تخضع لتدريب كتير، وتحاول انه كل يوم تكرر هاي التدريبات لحتى تقدر تصير افضل. بتمنى لك كل التوفيق. سارة، انت صوتك مبهج، صوتك بيدي طاقة إيجابية، من الأصوات اللي انت لما بتسمعيها بتبقي مبتسمة. أنا وأنا بسمعك كنت مبتسمة، لأن صوتك فيه طاقة إيجابية حلوة قوي، وفيه ثقة في نفسه. لازم تختاري، لو ربنا أراد وتأهلتي المرحلة التانية، لازم تختاري حاجة تبين ده، تبين الطاقة الإيجابية اللي في صوتك. يعني أنا بسمعك أو اللي هيسمعك بيسمعك ما هوش عارف، مش واخد باله مخارج حروفك إيه، مش واخد باله التلوين ايه، بس هو هياخد باله انك انتي صوتك مبهج وفيه طاقة ايجابية. فلازم تنمي دي قوي في عندك وفي صوتك. اتمنى لك التوفيق، وان شاء الله اتمنى لك تتأهلي معنا المرحلة التانية.